بقيت ما دشيت ما جغوان ما لوين دغسيها الله ينسلام وانا هلوا استمع قدر التلفزيون نكال والدز دغتي زارتين سيسم نمنوكا نكال عبد العزيز بوتفليقة دغ السفارة نكال والنيجيريا دغ الدزير يسني أهلواغ أمغر نهن وموزر نلامت عبد القادر بن صالح فول تكاردين الغزة فوليبا نمنوكا الويوكين نيجيريا شيهو شقاري بن صالح حاسم هيات لما نهض السفارة يوم الواغا لسبا فول هرت واسيت وزاي دغ موكنان التكال دغ السياسة يم هي تنغلف وان ذكرى دهيو عبد القادر بوازقي اهل واغ دمضان دالفلاحن وين ولايه تان الجلفة ويغسي ونين فول تيم خوتر التيغوسر نسن هولان اوايق قلن تورنا تتمنت التي تمتا انت انتيماض دغفا ونهرا ونسن بوازقي اللي غتاس الدولة تسر مضغ السفر ناوين تجادا فول ما خلاش ميغ الرزوم انتيغوسر مضان دغنا عام ضفرتي غسر تيجن مضانا دغمنيكة الولايتين استسبا انتمتا انتنهرا والنسن تيركف تنيضبا باي سنتا تيجا وتنسفران يهرا ونوي مضانا ويهنين مضال انتاغ الولاية مبارك ديهم الولاية تنن عام ها مراوات الولايتين السنات تيضستورنا تاغ انهرا ون دغ كالف وليريت انتبدي دات تورنا تاغ تنغت اغفا ونجوتنين دغ هري تكنا تركف نضباب وينهرا ون تغلايت في المضان إرقل لندغ الولايات لندغ هذا راه كاين قاع في هنا في الحيطة نتاعنا كاملة وراها السلطات راها تعاوننا وراها تضرب وراها تدلينا في الدواء وراها قايمة بينا المرض هذا على كل حال راه دائما يجي ماشي غير العام كل يوم كل عام راه يجينا شي حاجة واللي راه راه مقاومة الدولة والدواء راه يجي وراه يداول الشعب وراهم متفركتين العمليات في كل كومين راه كاينه العمليه فوليريت انت بديداتني ها انترنا ترى جير هرا وانا اكننا تمنيك الدبارتين انت بديدات هون تي جاوت انسفران جرجا لنسوك وان هرا وان غرم سونك تنكرد التمر وين نهل من بين الإجراءات التي قمنا بها بالطبع كان الأسبوع الماضي وهذا طبقا ل قرار معالي وزير الفلاحة بغلق كل أسواق الماشية على المستوى الوالي الولاية وهذا لمدة 30 يوم كذلك قمنا بتعيين خلايا على مستوى البلديات للمتابعة البلديات والدوائر لمتابعة هذا المرض وكل بياطير مجندين بما فيهم الخواص من أجل يعني تغطية كامل تراب الولاية والحمد لله اللقاح متوفره جينا دفعات يعني من طرف وزاره الفلاحه والتنميه الريفيه والصيد البحري وكل طاقه يعني مجنده من اجل التطويق ويعني قضاء على هذا الوباء تغطى الغان زجره المضان النفول تورناتار غاني ميرا التمهال اريمير وديت التبديدات تورناتار داو تمغرنا منوكا النكال عبد العزيز بوتفليقه تناط تناغلي فتنا ما وضن التيوسيت تم يراه الواغ دغ صورو مسكنا نتيكل تتزارت انتغيمة انتي قلنين ادو النيف والخال انتيوسيت مغ الرياضة تندزر ادو اني ادي جركيل مسنت واندي غراه الوان سموس دغ تغطاليت فول صديس جننا تننتني ضوي قلنين الصاهد التيوسيت اهندقن ويندلن اما وضن سالما لنسن دغ تيوسيت القانون وندها الرياضة اسم جنون تكريك لا تنظر ددل سيمان هديدني يغلي أهلوا نغلف وان تسدوت دا جمع يموش نطهر حجار يدي ودلوالي وان تدير ارتنكال بلا قادر الزوخ خرد دغدق نوي الكمنين تنغلي في النيت وان دا المشاريع ويهنين سيدي عبد الله لبوز الرعاة سيتفولا وين يهن دق انت مزوق قلنا المدن دغباب الزوار الحسيني منصوري سيدي عبد الله أموس هرت دغ غرمان ويين التكناد استاسدوت تيناية هان أي وضن سنة مر نفض ندق داي وضن مرافض إديان انتشيجيت جامعة جديدة يتم إنشاؤها الآن هذه الجامعة متكاملة ستساعد في التخفيف عن الضغط
على الجامعات الموجودة في ولاية الجزائر العاصمة. هذا الموقع موقع سيدي عبد الله، الإقامات الجامعية التي تتسع ل 11,000 سرير ستكون جاهزة كلها، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها نسبة كبيرة متطورة تجاوزت 70% في جميع المجالات، بحيث سيتم استعمالها إن شاء الله للدخول الجامعي القادم. دوجي شواد ديغلنا انتاس دوت ان جوتا مفضن ندق هان انتاس دوت تن بوزغعه سيتين فلاوين كغاض افضن دسات ماضر سمو ست مغوين ات صديس انت شيجيت يدق وانت مزوقينين دغبا بالزوار. الموقع الثاني الذي زرناه هو موقع جامعة بوزريعة، ايضا زرنا ثلاثة اقسام فيه. اما الموقع الثالث الذي زرناه الذي نحن فيه الان وهو حي الجرف بباب زوار، وهو عبارة عن حي جامعي يتسع بالضبط ل 3756 سرير، وبذلك سيكون جاهزا أيضا هذا الموقع للدخول الجامعي القادم. تيسدوتين أينين هم متاج ويتنتقلن غرد نسن أتنتن هي دغ أورن الدقلانين. ضفرتنا أتمنى كان نكال عبد العزيز بوتفليقة تتقلت السوق الندب داب مقاطعة إدارية تيم الزاغ انت تغرمتها تسرد نكال ومال نتهول لان تغطانات تغجرنا تطمانة توماس تيم انت نسن كل ونسنة تغطم الدور تينا إبراهيم بالخير تدويت مقالة جان مزغن البلدية الدبداب ضفر الري ويكنمن وكال نكاليه ريان استقل الولاية تيناية الرأي وغسن أن هيتم فاتجيت فولا سيكد زيهز الإدارة يدون كنا نقول تقريب الإدارة من المواطن، فرحنا بتقريب الإدارة من المواطن، لكن الحمد لله اليوم الإدارة كل بين يدين المواطنين تاع الدبدب. احنا نحيي الدولة الجزائرية والقرار اللي تاخذه سيد الرئيس بشان الدبدب ولاية ولاية منتدبة. احنا رانا اليوم متهنين وفرحانين فوق اللازم كاع، رايحة تجي مناصب عمل وتزيد تطور البلاد، وهذه المنطقة الحدودية هذه راكم عارفينها محتاجة لهذا الشيء. غير ناس من الأندقان وين المديرية ينتيين اينين أغلى من هذو الولايات نليزي دغ المشاريع عمدان ويتلا البلدية الدبداب وغيرت مداية جميدس أسمل أنموت جمدان ويسيتن كرتاغ الولاية. رئيس الجمهورية أقربها تولي ولاية منتدبة، الاستثمار راح يجي، الأمور الأخرى راح تفتح وتمشي الأمور. بالصح نطلب منكم اليد في اليد، اليد في اليد مع بعضنا ونمشيو بهن هذه الولايات ترجع من أحسن الولايات ربما اللي رها موجودة. بالنسبة للمقرات الإدارية موجودة صح، فقط نقصها شوي لميناجمو، وهذا ما يسهل لنا العملية إن شاء الله في المستقبل انطلاقة حقيقية للتنمية في هذه الجهة. سواغ التقيم الولايات غندبداب تجمعي أنميلال دان مطاف جيردونة تدغيريت نسم دون مكنية دغميرا أرمضنين فولاس جمعين تندونة تسجوت دغ الولايات المدية تغهمين تين الريفي توزنت فولتيم الزاغ تيهنين تغرماتين تيوج جنين هونتان أولاد إبراهيم التيزي المهدي إن مبارك الديمي تغهمين تين البناء الريفي هنا تغفن تغهمين تي تورنين هولان دغ الولاية المدية هن دواغي جن دغ البلدية تان ولاد إبراهيم التيزي المهدي تجرونين أيوكين السنجمان دهرت نتغهم تلكامت الشور وان البناء الريفي وان وتاي وان السنجمان الدسين. بفضل رئيس الجمهورية الحمد لله المجهودات اللي هم قايمين بها ثاني السلطات بالنسبة للاستفادة هذه وين درت لنا مجهود الحمد لله شجعتنا، وين الواحد كان في ضيق ولا في الاتساع. هذا السكان اللي تشوفيه من هنا كانوا يعني في مداشر منعزلة تماما، يعني ما تقدرش حتى تبات هود لي هذوك تشوفها يعني ما تقدرش تخسر فيها. حوالي 1000 مواطن راح يستفاد من قرض دبيل. عندهم يعني قاعة علاج، عندهم قاعة علاج، عندهم فرع بلدي، عندهم مدرسة ابتدائية.
وغالون هنان يلي الهولان يدون دغل خدمة مضل النسن هولان دغل الشوروان ممكن انفرجان خدمتنا احنا هنا غير فلاح شوف الشجرة نغرس مهم زرع وقمح شعير شجرة تفاح مهم كلش كل خير زيتون بلدي تيزمه دي اختصاص كما نقولوا فواكه وكروم يعني أشجار المثمرة بصفة عامة وهذا خلى المواطن باش يعاود يولي المكان نتاعو الأصلي سجلنا طلبات حوالي 13,000 طلب على مستوى الوزارة بخصوص تسجيل برامج إضافية للبرنامج الخماسي القادم الولايات المدية تزون والتايواغا يوكيان كوز ديمان انتلي التقالت الشور وانت غهمين تين البناء الريفي او غيالي لنداغ يدونتا كدغرما سن مضلان نسن دغرما تين تمضروينين القانون وان الصفقات العمومية مغواس تجل خدمة غور تزون تن المشاريع يموس يدو النيف وليجام هيو دغه الاموس نتيجة دغتين دوف دغيرت ناس من نهر التويموتين دويوتا دغواغ القانون إن مبارك ديهم يعني مير موسنة للقانون وان الصفقات العمومية ميغ المشرة موسرة دغو فولي جدو النير الولاية تنتين دوف فولي ريت نزجرة هنير ويهان تلغانا وين أما كواس كنن المشرة وبالتالي يستوجب علينا اليوم الدراسة بتمعن حول كيفية إعداد دفاتر الشروط وطرق إبرام صفقات وكيفية تنفيذها والأحكام التعاقدية إضافة إلى طرق الرقابة من أجل حماية المال العام والدفع بعجلة التنمية المحلية والحكامة والرشادة في التسيير العقلاني للموارد المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والهدف من هذه الأيام توضيح الرؤية في كل ما له صعوبة في تطبيق كما قلت سابقا النصوص القانونية لمضمون المشروع لمضمون قانون الصفقات العمومية بها. القانون وان المشاريع يعني منيك تمتين دغو التايوان السين جماند مراو ارسموس فولي ريت نسيف سيسد زين هل نمو كن المشاريع فولي المقاولا قانون الصفقات العمومية المؤرخ في 2015 يعني يطع بعض تسهيلات كثيرة وجدا وهامة جدا وذلك من أجل يعني أن تكون عملية يعني اختيار المقاولات أو لأي صفقة كانت تكون بطريقة تدريجية وطريقة سهلة وغامه ويمدايجة غير اتنين ميلال جير الإدارة ديري ويخدم دغ الشور وان المشاريع التنمية نغدابو أن تبدد الدوكلين تنخورة بضف العملية تجل مفرزة نجنكا لغت فاسور تن سيدي بالعباس تات الكمتي ناحية العسكر انتان سناتت تاغ دغ جات متنات نسين نسقافة تندر موس نسين مسدس نكلاشن كوفدت وفرورا اتوزع نويغي نسقافة نهلواغ ويزر به ليلغ خليفة ويتوزع نسخباب ونسين ناصري هوري ويتوزع أسامة ويغي ونين دغوتا ونسين جمان الدتام السين جمان التزع تغدبو أن تبدي إلى ترك إيجي ترمس مفرزة نيجا النكال لغت منغسة ناجمة ينور غيلان صديس القروبة من ترسيتي تسموس كمبريسورن هندي واسي جارموس نكوزة تيساتين تنهناي دغ بجاية تغيلين هذا ترمس مفرزة ترتاية دغتين دوف أيوكين كيلو نلكي في دغم يروات ترمسية هذا سنميلها للدناب دادن ونتصرها النكال مراود دون تدسين الدجاهن نكال سوفور فالند منيك يتكلن أتور ما سنويغ دغ لغوات التلمسان دغسلان وين كان لن تجا تناغليف تان الصحة عن فلسطين دا غزة تغويت دا تواستنا تيب الدين موتاج ويستخدم غير السفر ندو ندغ تاغتاغ لم تستسبا نيبان الوقود ويسقال لن سين مليون النوادم ويغزغني عن غزة تجلاو تنداغ تكرريس تانيبان الترسيتي وان جري جري نواتي وان السين جمان دمراو اتصديس مساد دواغ هردتي مدا دغمير الوادي مهالة هنجو دغير كيجي تن ويسن ويسن هند آرموس ويجه الواغ التام الدونات دغمنيك دقن دغ فلسطين إلغة تنضاهي لمنوكا لوان مريكان دونالد ترامب سلكام أسجمد نصاها نكال نيتا تهت سوريا بشان وليد لغة تيمير ودغي جاوين يسبه وغاس الدبارة نسجمد نسن نسين جيمان نسر دوس دغ كوزة ليل ترامب يلغت أسيم هيات دماوين انسلن دغيهن وملن أسكال نيت يراتيك زاد دهل للأكراد ويهنين أنمغي تدوك لنتي نخورة بأفلا ان سوريا إدن زهري سيهر ننغ صغر دايا تتكنت فول جننة النغهر وان ميزاب تاسيمو السم كواسي دي أغرم النيت نيها لجرازة نيكيل موسنت وين التاريخ وين الهندسة ويتفاني منيك يتكلن دغ العالم
أواغ أنت تتير انتهى لتنا يجين دغماسان وينام ماسنا كال أكيد وين جمع إنا مبارك ديهم الولايات عن غردايا تلت صدي ستمر وين كيلو فول العاصمة تنكال هرد دغ الولايات انتي نطرى منكال التوزينين سويساي النيت داقنا تنيت ويسمنين تروت التاريخ النيت تاغ الولادة تتي وزاي اسمي الغاون اللامت النيت او اغتتيو ينتو ماس لقابلة تنكلت بوهك وينكال اكركال غردا تغرم تهوسي تولان للتاريخ يروان فلاس هان تتمنيك تقبل ديا هون تقبل تاغن المزاب تروت دارقوا أكرت ديغ يهوسين يموس هرد داغلان إيدق مقرن نكسون دل إيطالي نكوان إيطاليا الدزارت هوسي هولان تجرازاي باسكو سي ان بي ميرفيو تموس تغرم تان غردايا هرد دغر من ويتوزينين سكيل تبوهك هولان دغيلان ويغ أواطنيو ينتاز زينا الجين ديغ فيها بلايص روعة الجزائر ما شاء الله سيغتو الصحراء منا هي منطقة جد سياحية ناسها كرامة دا غلا يوات الجنكل تبوهك دا تغرم تان غردايا يو ينتاز زينا الجين فولا أقنا تن اللامة تغرم طارق يمدى إيوان لا دغسي هرنا نغوان هلو أغتنم يرتنا لكم ونغجم أرامني